استقبل أبناء الشعب بكافة فئاته مناسبة زفاف حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم بفرح وابتهاج عظيمين، فقد عمت الاحتفالات جميع أنحاء السلطنة، وخرج المواطنون عن بكرة أبيهم في تظاهرات رائعة، وهم يرقصون ويغنون ويهتفون بحياة جلالة السلطان المعظم. وفي المنطقة الجنوبية كان فرح المواطنين عظيما، وذلك لما يكنه هذا الشعب من حب وتقدير لقائده الذي رفع رأسه عاليا وخرج به من عالم الظلم والاستعباد والطغيان إلى عالم رحب كله علم ونور وتقدم. ففي مدينة مرباط أقيمت احتفالات كبيرة شارك فيها سعادة الشيخ عامر علي العمري نائب الوالي والمواطنون وأبناء القبائل، حيث نحرت الذبائح وأقيمت الولائم، واشترك طلاب وطالبات المدارس في عروض شيقة نالت الإعجاب والتقدير، كما أقيمت حلقات الهبوط والرقص الشعبي وسط دعاء الجميع أن يحفظ الله جلالة سلطان البلاد ويهبه السعادة وطول العمر.